مديني رقم 116 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي صدر رقمه باسم في دي مقصر القضاء الشريف. السبعة وقصة أخرى عن باقي المحكمة الموقرة. بناء على حساب السيد الرئيس المنشد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 441 مقرر 11 مايو 2021 بشأن تعيين جلسة رسمية هذا اليوم 24 مايو 2021 لأداء قضاة الجهود اليمين القانونية، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الاجتماعات الأخيرة برسم دورة جمادى الأولى 1441 يناير 2020 وموافقة جلب شريف أسماء الله وعز الله بتعيين السادة القضاة الجدد بمقتضى في محاكم المملكة، وبناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي صدر الأمر بتنفيذ بمقتضى الدائرة الشريف 24 مارس 2016 التي تنص على أنه يؤدي كل قاضي عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين تاما. أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بجدية وتجرب وإخلاص وتفاني، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة وعلى سر المداولات بما يسمى هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه. عبد الحنين التوزاني مكلف بمهام مدير العام لمعهد عالي للقضاء. إذا اليوم كما تتبع الجميع هو يوم عيد بالنسبة للفوج 43 من القاضيات والقضاة الجدد الذي تفضل مولانا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس رئيس مجلس أعلى السلطة القضائية بموافقة على تعيينهم كقضاة وقاضيات بمختلف محاكم المملكة. أكيد اليوم الجسم القضائي عرف قيمة مضافة أنه ستضخ دماء ديالو بقضاة شباب قاضيات جدد خضعوا لتدريب لمدة سنتين بالمعهد العالي للقضاء، تدريب ميداني عملي كان تخللت فترات بالمعهد وفترات طبعا بمختلف محاكم درجة أولى ودرجة ثانية بالمملكة، وكذا تدريب ببعض المؤسسات التي ذات الصلة التي لها يعني ارتباط بمجال العمل القضائي عموما. وكما تتبعتم في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس المنتدب للمجلس السلطة القضائية التي كانت في عمومها تتمحور حول تأكيد على هذه القضاة والقاضيات على الالتزام بأخلاقيات هذه المهنة وهي المحور الأساسي في الممارسة القضائية. فطبعا في ارتباط بصدور مدونة الأخلاقيات الجديدة تم التأكيد خلال هذه الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس المنتدب على الالتزام بمبادئ الأخلاقية لمهنة القضاء التي هي العمود الفقري للممارسة القضائية، مهنة ورسالة نبيلة وفي نفس الوقت رسالة صعبة، أمانة على عاتق القضاة الجدد. اللي أكيد هو أنهم لن يخيبوا ظننا، سيكونون قيمة مضافة إن شاء الله، طبعا سيكونوا موفقين إن شاء الله في مسارهم القضائي بحول الله. لحياد وتجرد وإخلاص وتفاني وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة وعلى سر المداولات بما يصون هيئة القضاء واستقلاله وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه. شكرا. الآن ستجلسون.
في مقاعدكم والحقوق في هذه المقاعد إذا أن تنتهي الجلسة، وسينادى على كل واحد منكم ليكرر العبارة الآتية: أقسم بالله العظيم على ذلك. سيد رئيس المكتب. الاسم مريم مرسق، اليوم دينا اليمين القانونية لأداء مهنة القضاء بعد ما قضينا سنتين تكوين سند المعهد العالي للقضاء، كان يعني تكوين نظري، بعد التحقنا بالمحاكم من أجل تكوين تطبيقي، بعد ذلك جهزنا امتحان نهاية التكوين اللي كان في أواخر شهر يوليوز، والآن دينا اليمين القانونية من أجل التحاق بالمحاكم إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله نكون قد الثقة المولوية، وشكرا. العلي العظيم على ذلك. العلي العظيم على ذلك. مدير القطني. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. يوسف دحور. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. معاذ عشوان. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. ياسين صنهاجي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. دلال حفص الداكي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. ياسين فلاح. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. إدريس الرحيلي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. محمد أحتوج. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم فوج، يوم أداء اليمين بالنسبة للفوج 43. أداء اليمين من أهم الشكليات الجوهرية اللي كيتوجب على كل قاضي يؤديها قبل ما يلتحق بالمحكمة اللي هو معين بها. يوم أداء اليمين هو من أهم الأيام في الحياة ديال كل قاضي. كان أداء اليمين بحضور مجموعة من الشخصيات ومن أهرامات القضائية المعروفة على الصعيد الوطني، وفي الأخير كنتمناو الله تعالى يوفقنا ويعيننا في أداء المهمة القضائية، ونكونوا إن شاء الله عند حسن الظن ديال الجميع. هذاك سبحان الله العظيم شعور لا يمكن ان يوصف. كتبقى واحد الشعور، هو علاقه ديال الانسان بالروح ديالو، هو كاين واحد التاثر، كاين واحد الرهبه، لان يعني من اصعب الامور ان تجعل الله تعالى شاهدا على جميع الحركات ديالك. يعني هذه من الامور اللي كتخلي الانسان يكون دائما حريص، اشد الحرص في اي حاجه يعني الانسان يبغي يديرها، دائما كيتذكر هذا الامر هذا اللي هو ماشي سهل. انسان اكبر الامور اللي ممكن يعيشها هو انه فاش كيقطع اليمين على واحد الحاجه، وهذه واحد الحاجه اللي هي مزيانه، ونتمنى الله يعاوننا ويسهل الامور.